هلا نيبال هي أجدد دولة بالعالم، تأسست 2008. كان عندهم حرب أهلية تقريبا 10 سنين، فالبلد دمرت كأي بلد فيها حرب أهلية. فبس بلشوا شوي يضبطوا بالدولة، جاهم unfortunately ب 2014 أبريل زلزال 7.8 ريختر، البلد دمرت تماما. يعني لهلأ في الأماكن منروح عليها منلاقي في دمار من ال، والبلد ما فيها ريسورسز، ما فيها اقتصاد قوي إنه يرجع، ما فيها موارد، فيها موارد بس الاستغلال تبع الموارد مش صح، لأنه كان في حرب أهلية وبعدين زلزال. فلسه يعني تروح لهونيك منلاقي العالم ساكنين بالشارع، بيتحمموا بالشارع، المستشفيات مش يعني مش بشكل جيد. زين جميل، يعني يبين أن واضح أنكم سويتوا بحث عن هذه الوجهة اللي أنتوا اخترتوها، بس حابة أرجع لموضوع من هو صاحب الفكرة وكيف بديتوها؟ هلا أنا كنا أول شيء قاعدين، نحن كنا قاعدين مع بعض وشفنا أونلاين عن نيبال، فوي سيرش نشوف إذا فينا opportunity إنه نطلع to volunteer بنيبال، تتطوعون هناك في نيبال. فاكتشفنا شركة اسمها Volunteering Journeys، هي شركة travel agency ذو مسؤولية إنسانية أو مجتمعية. فتواصلنا معهم وأخذنا إذا group package، أخذنا quotation we sponsored ourselves، نحن دفعنا. يعني كنتوا مجموعة تجمعتوا وتواصلتوا مع هذه الشركة؟ خبرنا زملائنا بالجامعة وكنا تقريبا 33 دكتور. جميل. فجمعنا وخططنا، حجزنا تيكتس ودفعنا الفلوس وطلعنا على نيبال. طيب دكتورة، يعني خبرينا دكتورة غفران، التنسيق كيف كان معاك بينك وبين نيبال، خاصة أنه في الوضع الاقتصادي وغيرها من الأوضاع، كيف كان التنسيق بينكم؟ بالنسبة للتنسيق، إحنا تواصلنا مع الفولنتيرينج جورنيز، هم هناك كان عندهم نفس المنظمين والأورجنايزرز في داخل البلد نفسه. فالأورجنايزرز نفسهم اللي هناك شافونا المستشفيات، شافونا الكامبس، يعني ضبطوا أمورنا كلها لين ما رحنا وشفنا الأشياء.